في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا بقى ده فاكر نفسه عمرو ماجايفر، فاكر نفسه أسطورة سباق السيارات الألماني شوماخر، حريف سواقة ما حصلش، محدش قده في السرعة والغرز واللف والدوران، وبيفخر بكل عظمة ان مفيش حد في عموم المحروسة يقدر ينافسه او حتى يسبقه. والقسطة شوماخر ده بقى ليه كل يوم حكاية، وحكاياته كلها يا اما فشر وبالونات هوا يا اما حوادث وكوارث بعيد عنكم. انا سايب بس تتكلم براحتك كده وتقول ماجايفر وشوماخر وبتاع، بس انت لغاية دلوقتي لسه ما تعرفش امكانيات عبد العزيز قار الاسفلت والبربريز. انا بقول ان ايه، بقول الله ما حدش يقدر يكسر عليا وانا طاير على السريع. واحد مره كسر عليا عربيته، من ساعتها لغايه دلوقتي تعيش انت، اصبحت في خبر كان مش كان بس كان واخواتها كمان. ياه، بس قولي بقى ايه حكايه عبد العزيز قاهر البرابريز دي؟ دي عامله كده زي عبد الجبار قاهر البحار، مش كده ولا ايه؟ النبي اخويا بطل تريقه وشوف انت بتكلم مين. يا سيدي قاهر البربريز دي عشان انا الوحيد في العالم اللي بسوق عربيات من غير ازاز العربيه. انا بشيل الازاز عشان احس كاني ريشه كده طايره في الهواء. ما سمعتش علي العكار وبيقول لك ريشه ريشه ويا ريشه يكمل الجناح، والله احلى عيشه عيشه البراح. او انا بقى ملك السواقه في البراح. يا سيدي يا سيدي، طب قول لي بقى يا سي عفريت الاسفلت، بتعمل ايه في الشوارع الزحمة والميكروباصات والتريلات والتوك توك وعربيات الكارو؟ بتسابقها برضو في الشوارع ولا بتعمل عيشة ما بتقربش منها؟ يا راجل يا فشار، ده لو طلع عليك توك توك في المطلبية هتستخبى منه في الهرم. دي شوارع مصر يا زيزو ما تقدرش تسوق فيها على اكتر من 40 كيلو في الساعة. تيجي انت يا عم شوماخر وتقول لي انك ريشة في جناح وعايش في البراح زي عيل الحجار. هفهمك يا سيدي هفهمك، اسمعني بس ما تتسرعش. انا ببقى ريشه لما بكون سعطري السريع او حد قري احيانا، ساعتها بقى تلاقيني بقى عبد العزيز قار البربريز على حق. انما في الطلبيه بقى والشربيه ببقى حاجه تانية خالص. بتبقى ايه يا حريف؟ ما تقول اعترف. بمشي على مالي وعيش عيشه اهلي يا سيدي، ولما توك توك يميل عليا بميل انا كمان عشان ما يعورنيش، ولما تريلا تقرب مني بهرب اخويا. دي بوست التريلا بس بتكلفني اولوفات عند الميكانيكي يا عمنا. ايوه كده، اعمل مارشدير واركن على جنب يا زيزو، دي الفشخره جابتنا لورا يا حبيبي. والتهور في السواقه مش جدعانه، السواقه ذوق واخلاق يا عبد العزيز، مش بتقرا على عربيات النقل. سوق على مهلك عشان توصل بسرعه، الشطاره والمهاره مش في السرعه والغرز والتزنيق على خلق الله في الشوارع. احترامك للمرور والطريق علامه من علامات التحضر. انت مش بتسافر وبتشوف الناس هناك بتحترم المرور ازاي، وبتشوف اللي بيكسر اشاره او يكسر على عربيه تانية ايه اللي بيحصل له؟ بتشوف ولا ما بتشوفش يا زيزو؟ بشوف يا سيدي والله العظيم بشوف، بس اعمل ايه؟ انا طول عمري حريف سواقه، وكل الناس عارفه ان انا عبد عزيز قار البربريز. اقوم على اخر الزمن ابقى مضطر امشي بعربيتي الالفين سي سي زي السلحفه كده في الشارع، مش عيب بذمتك. دي مش اهانه لحرفنتي وامكانياتي السواقيه؟ لا مش اهانه ولا حاجه، وزي ما قلت لك من شويه عيش عيشه اهلك عشان ما تعملش حوادث وكوارث في الشوارع. وإذا كنت عاوز تمارس هوايتك شارك يا أخي في سباقات العربيات يا أخي، دي بقى ليها قواعد وأماكنها، مش لازم بقى تفرض عضلاتك علينا يا عم. سيبنا في حنا وفي شوارعنا ومطبطنا يا سيدي، وطير أنت زي أحمد مكي كده، أو يبقى ريشة ويا ريشة زي الحجار يا زيزو. بذمتكم ده تقولوله إيه وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.